بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في أخ سألني على توصيلة الكباستور على التوالي والتوازي وإيه الناتج ما بينهم، وبالصدفة النهاردة كنت بجرب حاجة كده فقلت أتكلم في الموضوع بتاع الكباستور ده. زي ما اتعودت معاكم إن أنا لما أجي أتكلم في موضوع يعني أحاول إن أنا أجيب كل ما يخص هذا الموضوع عشان يبقى أنت عندك المعلومة كاملة. أولا هو بالنسبة للاسم معروف، اسمه كباستور أو ممكن يتقال عليه مكثف او ممكن يتقال عليه موبينا، خصوصا الناس اللي شغاله في مواتير الميه بيقول عليه موبينا او اسمه متسعه. متسعه دول من الاخوه العراقيين دايما ممكن يقول لك متسعه او كباستور، يبقى انت عرفت اسمه كباستور مكثف موبينا او متسعه، تمام. طيب هو بيعمل ايه؟ هو بيقوم الكباس عشان بيديله عزم تقويم عشان الكباس يقدر يشتغل. ده بالنسبه لكباستور التقويم. و في كباستور اسمه كباستور تشغيل، ده بيستمر في تشغيل الكباس. طيب الفرق ما بينهم من ناحية الشكل ايه؟ كباستور التشغيل زي ما احنا عارفين كله بيبقى اللي هو الكباستور اللي هو لونه سيلفر دوت او اللي هو الذهبي، بيبقى عبارة عن صاج وبيتراوح من ساعاته، بيبدأ معاك من اول 1.5 مايكرو فاراد الصغير بتاع المراوح لغاية 60 مايكرو فاراد، تمام. طبعا الزغار ده بيتركب في المراوح. بالنسبه للكباستور التقويم ده بيبقى بلاستيك وبرده ممكن يعني ساعاته بتختلف، ومجرد ان هو بيقوم الكباس ويخرج من الدايره. طيب هل ينفع ان انت تركب كباستور تقويم وكباستور تشغيل مع بعض؟ اه ينفع، في الاجهزه القديمه كان بيعملوا كده عشان اللي هو يتلاشى عزم التقويم، يتلاشى عزم التقويم، بس لازم ان الكباستور التقويم يخرج من الدايره، يخرج من الدايره. فكان بيخرجه عن طريق حاجه اسمها فولتج ريلي او ريلي فولت، يا اما عن حاجه اسمها البي تي سي او ريلي الالكتروني. طيب بالنسبه لتوصيله الكباستور على التوازي وعلى التوالي، على التوازي ان هو يبقى الطرفين متوصلين ببعض، يعني عندك كباستور طرفين ولا كباستور طرفين، فتاخد من هنا طرف وتاخد من هنا طرف وده طرف وده طرف، ده اسمه ايه؟ على التوازي. التوازي توصيلة الكباستورات على التوازي بيساوي مجموعهم. يعني ايه مجموعهم؟ يعني انت لو عندك كباستور 30 وكباستور تاني 30 وصلتهم على التوازي هيبقى مجموعهم 60، او 3 كباستورات واحد 10 وواحد 15 واحد مثلا 20، يبقى 10 زائد 15 زائد 20 اللي هم 45. طب ده بالنسبة للتوصيل على التوازي. طب انت ممكن تيجي تقول لي انا استفاد ايه في التوصيل على التوازي؟ هقول لك صرف زي ما قلت قبل كده، عندك موتور او عندك كومبريسور شغال على 50 ميكرو فراد، والمتاح عندك كباستور 35 وكباستور 15 ولازم تشغل، هتعمل ايه؟ عادي اوصل 35 مع 15 مع بعض هيبقوا 50 اشغل بيه. طيب هل ينفع ان انت تسيبهم في الدايره باستمرار؟ مفيش مشكله انك تسيبهم في الدايره، مش هيأثر في حاجه، لكن الافضل ان انت تستخدمهم كحل مؤقت وبعدين تجيب كباستور واحد يكون هو اللي في الدايره. طب ليه انا بقول كده؟ ان وارد ان يحصل مثلا كباستور فيهم يبوظ اللي هو مثلا 15 ده، فبالتالي الكباس بقى شغال ب 35 فبقى حمل عليه. ما انت هتيجي تقول لي طب ما هو ال 50 برضه لو باظ يبقى حمل عليه، هقول لك وارد ان حد يجي من غير ما ياخد باله وشال كباستور وحط كباستور ولخبط الدنيا، فانت اشتغل صح. الحاجات دي انت بتبقى عارفها للحلول المؤقته. طب بالنسبه للتوصيل على التوالي، التوصيل على التوالي دوت المفروض ان هو لو انت بتوصل نفس الكباستورين نفس السعه بيديك نصهم. طب هل هي ليها حسبه؟ اه ليها حسبه، ان انت بتقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يعني ايه؟ يعني انا لو جبت لك كباستور 30 وكباستور 30 وصلناهم على التوالي، يعني فرده اديت فرده وفرده اديت فرده، وبقى انت خدت الطرف ده والطرف ده، بقى كده كانك عندك كباستور واحد، ده هنا هيبقى ايه؟ بدل 30 و30 هيبقوا 15. طب ممكن انت تيجي تقول لي والله عندي كباستور 15 وكباستور 25، مش هتعرف تجيب نص قيمته، او في 3 كباستورات عايز توصلهم على التوالي. لا، هنا في قانون بيقول لك حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يعني لو عندي كباستور 35 كباستور 25 في صوره هتنزل بالحسبه دي، حاصل جمعهم على حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني تقول 35 25 اعتقد 875 على 55 هيطلع كام؟ هيطلع حوالي 14.8، يعني 15. طيب ده برضه فايدته ايه؟ فايدته انك انت ممكن يكون عندك موتور او اي حاجه شغاله ب 15 مايكرو فراد، وانت زي ما قلت لك المتاح عندك 25 و35، لا اوصلهم على التوالي. طبعا اللي حصل معايا النهارده ان في حد معايا جاب لي موتور فانا صغير
وكان في مشكلة ومدورة على موتور تاني وما لقوهوش، وبعدين قال لي عايزين حل. بالصدفة لقيت ان قست الملفات لقيته تمام، والبيرنج هو اللي كان محتاج يتغير البيل. تمام، غيرنا البيرنج، والكباستور بتاعه كان شغال مفروض بكباستور 1.5 أو 2 حاجة زي كده، وما كانش متاح معايا مثلا كباستور 1.5، فلقيت في كباستورات 2.5، ورحت موصلهم على التوالي، كانت النتيجة مديها 1.3. طب انت الموتور شغال مثلا ب1.3، 1.4، 1.5، يبقى انا اقدر ان انا اوصل الكباستورين دول، ولكن انا بعمل كده كتجربة بس. يعني ما ينفعش ان انت تجيب كباستورين يكونوا كبار وتحطهم في فانة، لا، انا كنت في مكان والسبليت يونت في مكان تاني، انا كنت في محطة الانشلرات وعايز اجرب الموتور عشان اتاكد من الشغل اللي حصل فيه. فمن خلال التجربه كده، من خلال التجربه ديت انت تقدر تستفاد بالمعلومه، ان انت المعلومه اللي عندك ان انت تقدر تستفاد بيها، تقدر تطوعها تستخدمها في شغلك كحلول مؤقته، ان انت مثلا ما يبقاش عندك الكباستور وما تستناش حد يجيب لك كباستور مثلا 1.5. لا، انا عارف ان التوصيل على التوالي حصل ضربهم على حصل جمعهم، اشوف الناتج كام وتستخدمه. في فيديو انا كنت عامله بيشرح الجزئيه دوت، هضيفه بعد الكلام ده بالنسبه للكباستورات التقويم والتشغيل. وبرده معلومه اخيره عايز اقولها، الستارت كيت اللي هو بيقوم ما هو الا عباره عن كباستور تقويم وراكب معاه اللي هو البي تي سي او ريلي الكتروني، اللي هو مجرد من الكباستور يقوم الكباس، الريلي الالكتروني دوت او البي تي سي، برده ابقى اوريكم صورته، هرفع لكم صورته دلوقتي. البي تي سي ده او الريلي الالكتروني لما بيمر فيه التيار فبيسخن، فبيفصل الكباستور التقويم فبيخرج من الدايره دي. حاجه كنت عايز اتكلم فيها بخصوص الكباستورات. تحياتي ليكم، سمير صلاح، اسالكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده زي ما احنا شايفين يا جماعه، كباستور 2.5 مايكرو فاراد، 2.5 مايكرو فاراد. طيب لما بتيجي توصل الكبستورين على التوازي، يعني بتجمعهم مع بعض بيديك مجموع الكبستورين. طب لما بتوصلهم على التوالي، لما بتوصل كبستورين نفس القيمة بيديك نص القيمة. لكن طب لو القيمة مختلفة، يعني وصلت كبستور مثلا 25 مايكرو فارات وكبستور 35 مايكرو فارات، هنا مش هتعرف تقول نص القيمة، هنا هتقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يعني هتقول 25 في 35 على مجموعهم اللي هو 25 زائد 35، لكن هنا كاتش ذا موبايل، لكن هنا على التوالي اهو، على التوالي يعني فرده بتوصل فرده. تمام، ده الكلام متر اهو، الكلام متر، هنقيس واحد بس اهو، هاو ماتش 2.5. التاني برضو هنقيسه 2.5. طيب لما نقيس بقى على التوالي اداني 1.3. طب ايه الفايدة من كده؟ انا عندي موتور شغال على كباستور 1.3، 1.2 وما عنديش. فبالفكرة دي اقدر ان انا استغل كباستور 2.5 مايكرو فاراد على واحد مثلا 3، نوصلهم توالي واقيسهم واشوف الناتج كام. حياتي ليكم، سمير صلاح.